الست دي بتكون محبوسة، فبتدور في الزبالة على أكل، فبتطلع حقنة في إيديها، فبتشيل الحقنة من إيديها وبتلاقي مكتوب عليها اسم الحقنة، فبتقرأ على الإنترنت عشان تشوف الحقنة دي بتاعت إيه، وبتعرف إن الحقنة دي بتاعت الناس اللي عندهم مرض جلدي. فبتبص على إيديها وبتلاقي إن إيديها بتتخرم وشكلها مخيف، فبتفضل تغسل إيديها بالصابونة، ونشفت ايديها وبتبص فيها بتلاقي ان المرض انتشر جدا. فالست بتتصدم وبتكون مرعوبه، فدورت في المكان ولقت دواء وبتغسل ايديها بالدواء ده، وبعد ما نشفت ايديها بتبص بتلاقي ان ايديها خفت. بس بتشوف في الفيديو بيقول ان لو ما خدتش اللقاح لمده 5 دقائق المرض هينتشر في جسمك كله، فبتكشف ايديها وبتشوف ان المرض انتشر، وحست بالم شديد في عينيها، فبتبص في المرايه فبتتصدم لما بتشوف في عينيها